الاخوان هذا هو البانو ديالو مع هذا المتخصص في الفنون السينما التقليدية. صباح النور عليكم الخوت، رمضان مبارك سعيد. هذا اول فلوق عندي في القناة ان شاء الله. دعواتكم تتهمنا ومشاركتكم كتهمنا. المهم اللي شاف هذا الفيديو في الصباح نتمنى نهارو يدوز بخير وعلى خير، واللي شاف هذا الفيديو اللي كيشوف هذا الفيديو بالليل نتمنى نهارو يكون داز بخير وعلى خير. يلا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر نتوما غادي تشوفوا. واذا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف هذا الفيديو تهبط الليمن ديالك، كاينه واحد البطونه حمراء برك عليها غادي يعطيك واحد الجرس فعلو على شكل نوتيفيكاسيون باش جميع الفيديو ديالي اي فيديو حطيت يبدا يوصل. يلا نخليكم قرب و تنقول لكم واحد القضيه، جيت ننصح داك اللي ما كيدير والو هي جالس معمرين راس دربو، سمحوا لي على هاد الكلمه هذا بالضبط، حتى معمرين الشارع والو ما كيدير والو لا قرايه لا حتى شي حاجه، كنصحو باش ينوض يدير شي حاجه في حياته. ابسطها هو هاد المعهد هذا، راه فاتح الابواب ديالو للجامع. ابن ادم يكون منضبط، يكون ولد عائله، يكون زواون، ما ديال مشاكل ما والو، فهمت؟ حتى معهد نقيقه وزواون وفاتح الابواب ديالو للجامع، وما كيتطلبوا منك حتى شي حاجه سوى 30 درهم ديال لاسورانس. 30 درهم تسمع، 30 درهم ديال لاسورانس. وحتى لوكاليزاسيون ديالو الخوت اللي ما كيعرفوش فين جا، المهم انا غادي نقول لكم فين جا. جا ما بين لي طيا ولي ستيا، اغلبيه ديالها ماشي غير اغلبيه، راه كلشي الناس ديال الكناس كاملين كيعرفوا لوكاليزاسيون ديال لي طيا ولي ستيا، راه قدام الكوميساريه الجديده ديال المنصور، راه تما داك هو الموقع ديالو، راه جا ما بيناتهم في الوسط ديالو، راه باين. وانا غادي نوصل للباب وغادي نصوركم البانو ديالو اللي في الباب، ونصور لكم الباب والدخله ان شاء الله، وكاع داكشي اللي داك كاع الاجواء اللي كنعيشوها لداخل غادي نصورها لكم. هيبقاو معايا ما تمشيو. السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا الاخوان هذا هو البانو ديالو مع هذا المتخصص في الفنون السينما التقليديه. هو كما كتشوفوا هذا هو الباب ديالو، شكرا الله. السلام عليكم، هذا هو الباب، هذا هو الدخلة. هانتوما كما كتشوفو جميع الصينع، فيه ثلاثة ديال الصينع، فيه حرفة ديال الخشب كما كتشوفو، المنتوجات ديال الطلاب اللي قبل، كاين الحدادة كما كتشوفو، المنتوجات ديال الحدادة تبارك الله عليهم، صناع تقليديين بمعنى الكلمة. هانتوما اخوان هادشي زين، يعجبكم مازال ما شفتوش شنو كندير انايا، انا غادي نوريكم انا الصنعه اللي كندير الطومين ديالي، الطومين ديالي انا المنتوجات ديالو قلالي هنا. ها شنو كندير انا الاخوان، ها شنو كندير انا، ها الطومين ديالي شتو، هذا هو الطومين اللي كندير انا الخزف. كما كتشوفوا معايا اخوتي هادي لاتولي الاولى ديالنا، لاتولي الاولى كنخدموا فيها هاد القبص، كنخدموا فيها ليمون، هانتوما غادي تفهموا كلشي، الطومين ديالي كامل غادي تفهموه مزيان. او واحد الاخ هو كيخدم كيعجن الطين وما يعجنش العجينه، لمو هانتوما بنادم ليمون اللي كيكون بحال هكا. هانتوما دابا هذا مول شتي، هذا اللي لقيناه مع الطرف ديالو اخوتي، نخويو فيه لاغجيل هنايا ونخليوها تبدا تشد راسها شي شويه، ونعاودو نخويو داكشي اللي في سميتو باش ما تيجيناش عامر مبريصي، كيجينا غير داك القشره، غير القشره هي اللي كتعطينا باش تعطينا داك الداخل ديالو خاوي على شكل فاز. ها هو هذا القعده ديالو، وهذا الفم، هذا الفم ديال الفاز شتو. المهم نخليكم شوفوا راسو.
كما كتشوفوا اخوتي احنا في فلاتولي كامل اتولي ديال الخزف. دابا غادي نحاولوا نعجنوا هاد العجنه هادي باش نخدموها هنايا في التول. بقاو تبعوا معنا المراحل غادي ندوزو منها. يلا بسم الله. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. كتشوفوا دابا الاخوان مصارينا القرايه دابا طالع للدار. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ونتمنى يكون عجبكم هذا النهار اللي دوزتو معانا وقبلوا علينا وراه مازال كاين الجديد ان شاء الله ومازال كاين ما احسن ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. ولا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا هبط لي من ديالك راه كاينه واحد بطونه حمراء برك عليها دير ابوني هذا تعطيك واحد الجرس برك عليه حتى هو فعلو على شكل على شكل نوتيفيكاسيون باش يبداو يوصلوك كاع الجديد ديالنا. كاين ان شاء الله فلوغات كاين افلام قصيره كاين بزاف الافكار كاين ان شاء الله. يلا خليكم دابا نهاركم مبروك.